على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، نبدأ معكم استوديو التاسعة لهذا اليوم الأول من تشرين الأول من عام 2022 السبت مع أهم العناوين بثلاث دقائق. انهيار غامض لمبنى وسط بغداد، التفاصيل ليلة في استوديو التاسعة بإذن الله تعالى. جاي يضربون هنا هذا المستشفى أبو الفلوس، أطيهم أنا من فلس على فلس عم تجعالجه. أجي هنا أدفع له على مضبات الكيمياوي يضربونه. منو من عندك؟ زوجتي هنا جوا وبنتي هنا عمرها سنتين. يعني هذا مستشفى موقفين على الفلين ورا نص ساعة. يلا اجى هذا الكادر ورا نص ساعة من ورا هاي الانسدادات جاي يصير بيني. ليش ايش جاي يصير بيني؟ يعني اللي يموت يموت بالشارع. الله يكون بعون من ورا هاي السوالف. انت جاي يسدوني. انا سمعت هنا انفجار او عبوة او رماني. انسمعت بهذا الشيء قبل سقوط البناية. انسمعت بهذا الشيء بذاني. انا سامع صوت انفجارات هواي واعرف بهذا الشيء. هذا هنا هاي الكاميرات موجودة. هاي الكاميرات موجودة. هاي الكاميرات والدك نقضوا. والدي شيش براسه واحنا نقضوا. الان من الان من الجو احنا انا زوجتي وبنتي عمرها سنتين. والله العظيم والله العظيم ما راح اعوف هذا الشارع الا اعرف منو النتيجه وراها. بالقران ما اعوفه. قاف عبالكم الكراده واكو عمارات بنايات وقع، بس انا ما اعوف لان خوز زلمي وما اخاف بس من الخلق. جهود الدفاع المدني مستمرة حتى الساعة لإنقاذ من ما زال تحت أنقاض هذا المبنى النار. طمع المتظاهرين في القنابل الدخانية جسر الجمهورية. الآن الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. والكمال يدخله عصابات القمع الوحشي بقوات مكافحة الشغب بالدخانيات في الحار. جانب من الإصابات والاختناق على جسر الجمهورية. أجواء تشرين تعود بعودة الثائرين والأستاذ الدكتور كاظم المقدادي الليلة استثنائيا في استوديو التاسعة بإذن الله تعالى. السلام عليكم مجددا. أنا عندي مجموعة رسائل. أول شيء، انهار مبنى صباح هذا اليوم في وسط بغداد بساحة الواثق. هذا المبنى يفترض مبنى لتحليلات مرضية من 4 طوابق بشكل مفاجئ. صح إحنا جاي نسمع بعض الناجين وبعض شهود العيان وبعض اللي ما زالوا ذويهم موجودين داخل المبنى أن يتحدثون عن الانفجار، لكن هو اللي واضح من التصوير والله أعلم هو انهيار المبنى. يعني ما أعتقد، والله أعلم، يعني ما أعتقد أنه انفجار بمعنى استهداف إرهابي، وإنما هو انهيار للمبنى بشكل يعود إلى أسس الخرسانة المستخدمة وأسس البناء والمواصفات الهندسية التي يفترض موجودة بهذا المبنى. مثل ما جاي الشاهدون، هذه لقطات لإحدى كاميرات الموجودة بالطريق أو بالشارع أو بالمبنى المقابل إلى بالعلم. خلي هاي اللقطات مستمرة زي المخرج. العلم أنه الدفاع المدني ما زال حتى الساعة يسعى لإنقاذ الناجين تحت الأنقاض. وأيضا هيئة الاستثمار أو الهيئة الوطنية للاستثمار أعلنت أنها شكلت غرفة عمليات طارئة لاستيضاح تداعيات انهيار مبنى الكرادة، وأكدت بأن هذه البناية حاصلة على الإجازة الاستثمارية من قبل هيئة استثمار بغداد بتاريخ 29/1/2018 بالرقم 403، وأعطيت لشركة عراقية وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل كمختبر للتحليلات المرضية بالتعاون مع وزارة الصحة
وفق الضوابط والشروط المطلوبة والموثقة من قبلهم أنذاك، وأن هذه البناية حاصلة على الموافقات القطاعية الأخرى ممثلة بأمانة بغداد، سجلوها يمكم، كجهة مسؤولة عن التصميم. أمانة بغداد جهة مسؤولة عن التصميم إذن، ووزارة الصحة كجهة قطاعية مختصة في الوقت نفسه، وأن الهيئة الوطنية استثمار بصفتها جهة راعية ومشرفة. من الجهة الراعية والمشرفة؟ لأن أنا راح أجيب بعدين برسائلي. هي الهيئة الوطنية للاستثمار بحسب بيانها بأن الهيئة الوطنية للاستثمار بصفتها جهة راعية ومشرفة على النشاط الاستثماري في العراق مستمرة في متابعة تفاصيل الموضوع بكل دقة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث الانهيار المؤسف، ولن تتوانى عن محاسبة جميع المقصرين في هذا الحادث بعيدا عن أي مجاملة أو تسويف، وتحويل المتورطين من المسؤولين السابقين والحاليين إلى النزاهة. وبيان الهيئة تابع بأن الهيئة شكلت لجنة تحقيقية مختصة للوقوف على الخلل الذي أدى إلى انهيار المبنى، وتحديد ما إذا كان ذلك الخلل بآليات منح الإجازة أو بعمليات التنفيذ أو بمتابعة والإشراف على المشروع، وبما يشخص وبدقة الجهة المقصرة والتي ستتحمل كامل المسؤولية عن هذا العمل الذي نصفه بالإجرامي، وسنوافيكم بكافة التفاصيل حال انتهاء من أعمال هذه اللجنة. طبعا الكاظمي رئيس الوزراء وجه بتغريدة يقول: وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، راجين أن يمن الله بالصحة عليهم، ووجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة، لافتا إلى أن الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت للأسف بسببها انتقادات عدة. أرجع لزمن المخرج هسا، هذا الأخبار الرسمية، لكن أنا كمواطن اسمي أنور الحمداني، معد ومقدم برنامج جماهير استوديو التاسع، أتوجه على الهواء وأحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ومن ثم أمام الشعب العراقي، إلى رئيس هيئة الادعاء العام وإلى السيد القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإلى السيد وزير الداخلية عثمان الغانمي. أما الكاظمة ما وجه له دعوة. ليه الكاظمة وينه؟ شنو تغريدة؟ ليش هو وين صاير الانفجار بموزمبيق؟ ساحل العاج؟ هذا الانهيار صاير؟ أخي أنت رئيس وزراء العراق، أخي الانهيار بالكرادة، يعني خطوتين شمرة عصا عنك. أنت وين؟ أنت وين يا رئيس الوزراء؟ يا مصطفى الكاظمي، إذا محتجز دزونا رسالة يا أخوي حتى ندافع عنك، إذا مخطوف دهمين وصلونا خبر عن طريق عائلتك حتى نوقف ونقول اطلقوا سراح المخطوف، ندفع لك فيديو، نجمع لك من الشعب العراقي على ربع دينار ربع دينار. انت وين؟ مسافر ويا عائلتك؟ قول انا مسافر جاي الصيف. انت وين؟ الميليشيات خانقتك؟ قول انا مخلوق من الميليشيات. انت وين؟ شنو ما تروح ولا تطلع ولا توصل؟ شنو هالحكومة اللي لا وزير داخلية يروح يزور المكان، لا انت تروح تزور المكان، لا تتفقد الناس؟ شنو هالحكومة العبطية المو حكومة؟ اخي الرئيس محمد الحلبوسي اخويا انت استلم المسؤولية خلاص، رئيس جمهورية مو قدها ورئيس وزراء مخطوف مدري وين، انت اخي الرئيس محمد الحلبوسي تولى المسؤولية وروح لنفسك وسوي لجنة تحقيقية. يجب في ضوء هذه البيانات ما يلي أن تسحب إيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وأن يحال للتحقيق فورا، وأن تسحب إيد أمين بغداد ويحال للتحقيق فورا، لأن هم اللي أنطوا الإجازة. أما ذا البناية مثل ما جاي نسمع منطيها الواحد عراقي، وهذا العراقي عنده خلل بالتصميم لأن جايب شركة مصرية نصر الدين مدري ربع ردين باني البناية، وبعدين اتحايل وسوى اتفاقيات مثل ما جاي نسمع ويا أمانة بغداد ويا هيئة الاستثمار. لا بيج حالة، الله يذكرك بالخير، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لما سئل كيف تتعامل مع الفساد قال لهم في دبي ماكو شيء اسمه فساد، اكو شيء اللي يفسد قصروس، هيك قال محمد بن راشد، قصروس اللي يفسد
ما عندنا نتعامل ويا الفاسد، الفاسدين تعلقهم اذا اثبت انه هذه بيها فساد تعلقهم امام المبنى كافي. يعني شنو هالدوله الفالتون؟ دوله فالتون انتو، مو قلت انتو مو رجال. فيا اخي الرئيس محمد الحلبوسي، انت تولى المسؤوليه وانت اشرف على التحقيق وانت زور الجرحى وانت تحقق بالمكان وانت احيلهم للقضاء. اما سياده رئيس مجلس القضاء الاعلى يريد يطبقه يطبقه، ما يريد يطبقه يقول مو مسؤوليتي وحسبنا الله ونعم الوكيل. احدى الناجيات او اثنين من الناجيات اتحدثوا كشهود عيان، خلي نشوف. ناجيات من الحادث، السلام عليكم. الحمد لله على السلامه. ايه. الله يكون بعونكم الله يكون بعونكم. احكي لنا عن الحادث شلون صار. يا عيني احكي لك من البدايه، انفجار هاي بيتين فيها انفجار. ايه انفجار هاي العماره لا طاحت الحيط يعني. صار انفجار؟ ايه ولا كل شيء. انت بيا طابق كنتي؟ بالطابق الثالث. بالطابق الثالث. ايه عندكم هسه اخ عالق قبل شوي ذكرتيني؟ ايه عندنا واحد جوا. ايه شنو اللي حسيتوه بلحظه الانهيار؟ لحظة الانهيار مثل الونة، وشلون الكاتب شلون الصاعقة يعني بالبداية وهزت الأرض وطاحت حجية. يعني الحجية اللي وياك تقول إن هزت الأرض هزت الأرض. هاي هاي تسوي هاي الصوت. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ونزلوكم فرق الدفاع المدني من الطابق الثالث. غلب الله عليم الله يطيب. الحمد لله على السلامة. أشرب ماي يعني قنبلة شو شنهي اليوم شربي ماي هاتش تجار هذا ماري. الحمد لله الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شوفون ابد بيتين هذول الشعبين الجماعه يما جماعنا قليل صاروا طقت. ايش قد اعداد الناس اللي كانت جوا؟ انتم جايين الطريق احنا الفوق حسبتهم تسعه. والله احنا من الكوت. احنا من الكوت؟ كل الهلا بيكم والحمد لله. جاي طق. الله يسلمك. اي عندكم بعد اخ عالق؟ اي عندنا جوا اخوك؟ اخوي عالق جوا؟ اي والله بعد بالطابق الجوا. تبرد وانت نصعدن فوق. يعني هو خطيه ظل بالاستعلامات قال ما بي يصعد للطابق الثالث، نصعدن على ما الحكشين. اي احنا صعدنا اثناء قعدنا قد ما فتح العياده. فتحت العياده طبينا جوا صارت الحادثه. او اكو فرق طبيه همينه ممكن تكون عالقه تحت الانقاض؟ لا واحد راحت بس احنا ما كان حط. يعني بس الفراشين والمراجعين كان ماكو دواء حتى طبيب وكل شيء. أيوه. قال لنا نطلب باصات. أيوه. طبوا اثنين بس ويانا هاي هي. كم شخص بعد وياكم بيقذوهم؟ نقذوهم ويانا تسعه واحنا ثلاثه. اللي نقذوكم انتم اللي نزلوكم من فوق قبل شويه دفاع. انا خطيه جيش طلعونا دول الحشد انا اعرفهم من الامن الدفاع المدني. أيوه. والله طلعوا يعني بس انتم ثلاث نسوان طلعوكم؟ لا طلعوا ويانا خمسه. الحمد لله الحمد لله. اي طلعوا ويانا. انتم نزلوكم من فوق الانقاض من فوق؟ نزلنا من فوق. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طبعا أنا في نفس الوقت أحيي جهود الدفاع المدني الأبطال الشجعان العراقيين الأصلاء وهم يقومون بدورهم بأكمل وجه باللي يقدرون عليه. أنا سمعت حتى أنه مستخدمين يعني بعمليات الإنقاذ الكاميرات الحرارية وويايا سيادة اللواء كاظم موهان مدير الدفاع المدني مدير عام الدفاع المدني. سيادة اللواء حياك الله. اهلا وسهلا. يا مرحبا استاذ انور. يا مرحبا يا بطل. سيادة اللواء انت الله الآن يبارك فيك. الله يحرسك ويسلمك. انت الان في مكان المبنى المنهار؟ نعم جنابك. الله يسلمك. سيادتك شنو ليش البعض المواطنين يتحدثون عن انفجار؟ هل اكو اي دلائل انه اكو انفجار؟ لقيتوا شيء معين يثبت يعني اجت وياكم الادله الجنائيه تحققت من هذا الموضوع؟ احنا استدعينا الادله الجنائيه استاذ انور واستدعينا المحافظه الجزء الهندسي بالمحافظه باعتبارهم ايضا جهه معنيه بالموضوع. السيد المحافظ كان حاضر ايضا محافظ بغداد. على المستوى الشخصي استقصيت معلومات عن كل اللي كانوا موجودين وما زال بعضهم موجود الآن سواء من الشواغل المجاورة للبناية أو اللي يعملون في نفس منطقة البناية. أشاروا جميع بأنه الانهيار حصل بشكل كلي ومفاجئ يعني الموضوع اللحظي إلا أنهم نفوا جميعا بأن سبق أي صوت يعني فقط صوت الانهيار وتصاعد الغبار. هذا ما أجمع عليه
شهود الاعلام الموجودين. نعم. لكن سياده اللواء، سياده اللواء اذا تسمح لي، عاده اذا يصير انهيار بمبنى يعني اكو تسبق تشققات، يعني قبل اسبوع قبل شهر، يعني مو فجاه ينهار الاساس، يعني هذا المعروف بالعلم. جدا صحيح، جدا صحيح جنابك. نعم. كان لنا حديث مع مختصين بحضور السيد المحافظ، تحدثوا بنفس ما تفضلت به. نعم. استبعدوا نهائيا بأن البناية تنهار ما لم يكن هناك سوابق تراكمت من الانشقاقات أو تأثر الأسس أو من أسباب أخرى. نعم. فاستبعدوا أن يكون انهيار بهذا الشكل ما لم يكن هناك عيوب في البناية على أقل تقدير. نعم. طيب سيادة اللواء، أنا بس قبل ما أتواصل وياك بشرني، يعني إن شاء الله ما صارت يعني وفيات، قدرتوا تنقذوا ما زالوا أحياء الموجودين تحت الأنقاض وأنقذتوهم، وكم واحد؟ إحنا أستاذ أنور لم نفقد الأمل الحقيقة. نعم. لسبب، أولا الأعمار بيد الله. نعم. وثانيا هذا اللون من الانهيارات يحدث تجاويف، يعني الكتل الكونكريتية تتكي على بعضها واحتمال أن يكون هناك فراغات بينها. نعول على هذه المفردة الحقيقة ونعمل بتأني. ولم نفقد الأمل. مجموع من بقي عالقا الآن هم 4 أشخاص. نعمل منذ الساعة 10 صباحا ولم نتوقف ولا ثانية واحدة. أملا في الوصول إليهم وإيجاد أحياء إن شاء الله. إن شاء الله. سيادة اللواء، هو كم واحد وشنو النتيجة اللي توصلت، يعني كم واحد أنقذتم من الصباح إلى الآن؟ 13 شخص جنابك أحياء، إصاباتهم كانت متوسطة وفق المتوسطة. إلى أن تواصلنا مع المستشفيات وضعهم الصحي مستقر وحالتهم جيدة. ما بقي لدينا إلا 4 أشخاص مفقودين، مصيرهم مجهول إلى الآن. بس الحمد لله ما صار أي وفيات لحد هذه اللحظة. نعم. إن شاء الله إن شاء الله كلهم أحياء. طيب سيادة اللواء، أنا سمعت إنه أنت استخدمتم الكاميرات الحرارية. أنا أول مرة أسمع إنه الدفاع المدني عند الكاميرات الحرارية، ممكن تشرح للناس يعني شنو القصد إنه؟ نعم. نعم جنابك، استخدمنا الكاميرات الحرارية. نعم. ولدينا أجهزة الكشف عن المحصورين. هذه الأجهزة تعطينا إشارات عن وجود أشخاص، لكنها لا تعطينا إشارات عن المؤشرات الحيوية للأشخاص كونهم أحياء أو أموات. فمن خلال هذه الإشارات بدأت محاور عملنا باتجاه الإشارات اللي أعطتها هذه الكاميرات وأجهزة الكشف عن المحصورين. نعم. نعمل وفق هذه الإشارات الآن. طيب سيادة اللواء، هو عادة أيضا يستخدمون كلاب الكيناين، يعني ما استخدمتوا؟ صحيح. نعم. للأسف ما نمتلك هذا الكلاب إلى الآن. ليش؟ يعني نهائيا ما موجودة بالمديرية؟ كان إيه. نعم مع الأسف كان هناك. نعم. مشروع وعدينا دراسة لكنها لم تر النور مع الأسف. عندنا بناية أكملناها ومستلزمات الكلاب البوليسية اللي مختصة بالإنقاذ، لكن مع الأسف لم تخصص المبالغ منذ أكثر من 7 سنوات أو 8 سنوات إلى الآن. للأسف. سيادة اللواء، مديرية الدفاع المدني إمكانياتها متوسطة جيدة دون متوسط بصراحة؟ والله يا سيد الكريم، يعني يكفي بأن أقول لك بأن منتسبي الدفاع المدني أقل عمر بهم هو 42 سنة. نعم. الآليات وإن كانت ما زالت تحتفظ بعض ميزاتها الفنية إلا أنها تجاوزت ضعف عمرها الافتراضي. فالدفاع المدني يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى تعزيز قدراته البشرية والمادية. طيب سيادة اللواء، سيادة اللواء، بما أنه أقل عمر عندك 42 سنة، يعني ما عندك تطوع الآن ولا عندك؟ من 2007 من 2007 لا لم ترنا ولا درجة شاغرة من 2007 ولا لا. طيب يعني هاي السيد الوزير يدري بها، وزير الداخلية، السيد القائد العام يدري بها المعلومات؟ أما سيد وزير الداخلية فالرجل يحاول دعمنا بشتى السبل، إلا أنه اسمح لي أستاذ أنور، من وضع الموازنات منذ 10 سنين واشترط فيها عدم التعيين
ألم يدرك بأن هناك أجهزة تنفيذية تحتاج إلى دماء شابة؟ مصيبة. كل موازنة منذ 10 سنوات تصدر ملحق بها شرط عدم التعيين. وهذه النتيجة الآن. الأمر بالموازنات. سيادة اللواء عندي آخر سؤال، آخر سؤال. أنا هذا الموضوع راح أحكي عنه، لكن سيادتك أنا أتمنى قريبة تكون معايا ضيف في استوديو 9، لكن للفيديو أرجع لي، هذا الفيديو اللي دزلناه المهندس أحمد الحمداني، يعني هذا الفيديو أريد أشوف شغلة به، أنه الانهيار البناية انهارت لي قدام يعني على وجهها، شنو معناها؟ يعني ما انهارت طوليا يعني. صحيح. شنو معناها؟ يعني انهيار من الأسفل وتداعت الطوابق الأخرى فوقها. ايه صحيح. شنو معناها؟ انا الحقيقه اتجنب الخوف بهذا الموضوع. تمام. اولا كونه غير اختصاصي. تمام. ثانيا ما اريد اسبق اللجنه صح. التحقيقيه اللي تبنت هذا الموضوع. صح تمام، حقك والله حقك، واحترم وجهه نظرك واحترم رايك. شكرا لسياده اللواء البطل كاظم موهان مدير عام الدفاع المدني، شكرا جزيلا لكم سيادتك. شكرا لجنابك الكريم. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. يعني حقيقة بالفعل من نشوف هذا الانهيار، طريقة الانهيار بالفيديو، كلنا نتذكر انهيار برج التجارة أو برجي التجارة بال2001، الانهيار طولي صار رغم أنه انفجار طيارة يفترض طبت بالبرجين، لكن هذا الانهيار كأنه انهيار إلى الأمام. يعني أكو إذا المشكلة ما معرف مثل ما قال سيادة اللواء ما نقدر نحلل، لكن نترك للمختصين يعني يقولوا لنا شنو معنى أنه الانهيار صار بهذا الشكل. شوفوا شوف شلون انهارت من الامام وتقريبا من وسط حسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم اذا التشريني ايضا اعادت امجادها باعاده المواجهات للاسف بين المتظاهرين والقوات الامنيه. كل شيء شو تغير؟ يعني انا بدي اسال شو تغير؟ شو تغير اذا نفس الاسلوب اللي تمارسه قوات مكافحة الشعب، ما أريد أسميها مكافحة الشغب، يعني نفس الأسلوب كان موجود بزمن عادل عبد المهدي. شنو اللي تغير يعني؟ يعني معقولة وراء 4 سنين يعني ما صار عندنا عقل متفتح؟ ما قلنا يا جماعة إنه مو نفس الأسلوب اللي يكرر نفس الخطأ إذا عقليته غلط؟ نفس الأسلوب إنه نضرب المتظاهرين ونمنعهم سادين الجسر بنفس المنطقة، جسر الجمهورية مسدود بنفس المكان اللي قصفته قوات الغزو الأمريكي الاحتلال الأمريكي بال1991، نفس القصف نفس المكان حاطين هذا التدريع، الجسر التدريعي. شنو يعني؟ والله العظيم يعني كل الدنيا ترجع إلى أفكارها وتطور من نفسها وتتقدم الأمام، ما عدا اللي عندنا يرجعوا مثل بول البعير. رجع لي زي المخرج، ما عدا اللي يحكم عندنا يا جماعة. ما يصير نفس الأسلوب. شنو هالديمقراطية اللي البروفيسور العراقي الأستاذ دكتور كاظم المقدادي اليوم كان واحدا من المتواجدين منذ الصباح بين الثائرين، لأنه أحد أبرز الثوار الفعليين في تشرين. هو لم يعلن نفسه يوما أنه قائد لحراك شعبي، لم يعلن نفسه يوما بأنه يقود هذا الحراك، لكنه هو ثائر بطبعه ضد الفساد، ضد التخلف، ضد الدكتاتورية وضد الإجراءات التعسفية. الأستاذ دكتور كاظم المقدادي كاتب كبير ويحق لنا أن نفتخر به أستاذا وأن نقول أنه مفكر عراقي له الاسم المرموق في العالم الصحفي عربيا ودوليا. أستاذ كاظم حياك الله. يا أستاذ دكتور كاظم المقدادي أستاذنا، أن تكون معنا في هذه الليلة، حياكم الله. شكرا شكرا. يعني حقيقة أستاذ أنور أنا ما أدري يعني حزين جدا على التقرير اللي حصل. أنا كنت حقيقة وصلت ساحة التحرير وجاني الخبر مال هذه العمارة المشؤومة يعني للأسف. استمعت للواء حقيقة، اللواء كاظم أيضا، يعني أيضا نفس الوضع عايشينه مثل ما هو على ساحة التحرير وعلى جسر الجمهورية، تماما نفس الأفكار، ماكو تطور. هذه هي الدولة المأزومة المهزومة. ويعتقد يفترض احنا دائما اي موضوع معين نخلي بدائرة الافكار، نستفيد من التجارب السابقة لنخرج بنتيجة افضل. يعني هم يدرون هذا الكونكريت لا يعني شيء اذا اراد شباب انتفاضة تشرين ان يعني يطيحون بهذا الجدار الكونكريتي يعني.
وأصبحت الدولة كونكريتية كونكريتية، وهي كونكريتها معروف يمكن نفس الكونكريت اللي مستخدم هاي العمارة المشومة بشارع الواتع. إذن هناك فشل متواصل، وهناك منظومة حقيقة، منظومة يعني فاسدة هي اللي تدير البلد الآن للأسف، سواء على مستوى القطاع البناء، على طبعا البناء الآن دا يصير حقيقة. روح على المطار بغداد شوف بناء مجمع سكني وكليات أهلية جديدة بدون أخذ موافقة أمانة بغداد مثلا. هذا ما تحدث به لي الأمين السابق، ويريدون يوقع، وهي هاي مشكلة تعبان أنه طلع من أمانة بغداد. يعني أكو مشكلة فعلا بالمنظومة مالتنا، المنظومة ما أدري شو أسميها، هي مو منظومة يعني ولا نظامهم بالنهاية، هي فوضى فوضى، والبلد يعيش بالحقيقة بالقدرة الإلهية. يعني وين ما تروح أكو مشكلة. اليوم أنت إذا تريد تصاب بالهلاء ادخل أي دائرة من دوائر الدولة. يعني شوف للأسف الرشا والفساد والمحسوبية والمنسوبية، وتقضي لك يوم من القهر وتطلع. وحتى هذا على مستوى البارحة هذا التفتيش، يعني السيد رئيس عمليات بغداد أو قائد عمليات بغداد يقول هاي اللي حقيقة هذا التفتيش اللي جرى بالكرادة وخاصة على بيوت الواقع على أبو نؤاس وفروع أبو نؤاس إنه لإعادة هيبة الدولة. هو هيبة الدولة تعيدها بالفجر. أنا بالمناسبة أيضا أنا من الذين دخلوا بيتي، استيقظت وشفت الجنود وضباط واقفين بالباب ويدقون الجرس باستمرار، وطلعت لهم وأنا بعد ما مغسل وجهي يعني. وأيضا صعدوا وقالوا نصعد للسطح، يا بصعدوا للسطح، لا قالوا منو أنت منو كذا، ويعني أزعجوني بشكل حقيقة. كانوا مؤدبين الحقيقة، ما يعني ما تصرفوا تصرف خطأ، لكن هي عملية أنه تفتش الناس. أنت يعني عائلة قد تكون بها أطفال ونساء وشيوخ، ويعني ما أفهم شلون هاي الطريقة. يعني ليش هي الصواريخ ما تعرفون منين تطلق؟ تطلق هي من بيوت هاي الطاقة الشمسية وبعض البيوت أو فروحة. يعني أهل كرادة ذول أكثرهم قدماء يعني المنطقة اللي فتش، هم منا ما تعرفون أنتوا عندكم الرصد، وين الجهد الاستخباراتي، وين الرصد اليومي، وين تجون تفتشون بهالطريقة. يعني كل خطأ دكتور، يعني عفوا دكتور، يعني حضرتك مفكر عراقي مهم، لكن أنا سمعت الكلمة أريدك ترجع، فتشوا بيتك؟ يعني ما يعرفون نعم. دكتور كاظم المقداد نعم بالله نعم, نعم والله العظيم لا ما بصراحة أنا ما أستغرب، لأنه لا الجنود بيت مفكر عراقي على أساس يعني هم دائما بالعمل ما يشوفون تلفزيون حتى يعرفون أنور الحمداني وكاظم المقدادي يعني حقيقة أنا ما أعتب عليهم، بس أعتب على القائد العام للقوات المسلحة. هم قالوا لي بالنص، قلت لهم ما عندكم الورقة التفتيش؟ قالوا هذا أمر من القائد العام للقوات المسلحة. يعني أدري ما مسجل عندهم. طيب وهي المصيبة يعني قبل شارك مخاتير القوات المسلحة، ما خادم عسكرية، ما هي هم مصيبة يعني. نعم وقائد بالفعل صح، قائد القوات المسلحة ما ممكن يكون كان إفرارهم يعني، للأسف أقول هذا قائد القوات المسلحة كان إفرار يعني ورطة ذلك والله، يدز علي بعد إنه فرقة له خيفة تشوني. طيب يا دكتور أرد أسألك سؤال، أرد أسألك نعم، قبل كان كل مخاتير يعني شر البلية ما يضحك استاذ، ما يبكي والله اكثر دكتور استاذنا قبل لا هو ضحكنا كالبكاء بالمناسبة، للاسف ضحكنا كالبكاء يعني دكتور. قبل كان كل مخاتير يعني المختار نعم. بالمحل هو مسجل عنده دفتر طبعا. دفتر يسجل به هذا البيت وهو يسكن به فلان صح. فلان يشتغل فلان شيء. طيب على الاقل يجي ابو مركز الشرطة من عنده اي يقول له يابا هذا البيت بيه فلان المرقم هنقد على هالقدر رقم البيت. طيب يا من يجون يداهمون ويسوون تفتيش هم ما عندهم يعني هسه لاكم مخاتير ولاكم من الفجر من الصبح الناس نايمه، ويوم جمعه يوم جمعه يعني عطله الناس كلها نايمه. يا والله حسبنا الله ونعم الوكيل، استفزاز للناس هاي اعاده الهيبه بهالطريقه هاي. يا دكتور قائد عمليات بغداد مع احترامي له يعني كعسكري محترم يعني، يعني هو التوجيه من قائد عمليات بغداد. كل شيء محزن بهالبلد، توجيه من قائد عمليات نعم. بغداد يعني من اجل فتش قائد العام القوات المسلحه قال له لي عندنا امر نفتش كل البيوت
يا أبا وين الأمر؟ صاحوا على جماعة بعدهم أبعد، قلت لهم ما حاجة تصيحون خلاص تفضلوا. دكتور شنو طريقة التفتيش؟ وين تريدون؟ قالوا على السطح. ها يصعد على السطح؟ والله يباوع على السطح يريدون، يعني يعتقدون أن الصواريخ اللي تطلق على المنطقة الخضراء من هذه البيوت على بنوات أو اللي وراها، وأني ورا صاير يعني. فيعني فد مشكلة قائمة هاي، كيف يعني؟ يعني أنتم ما تعرفون عندكم وين الرصيد وين الجهد الاستخباري؟ دكتور هسه صارت الدنيا تغيرت، هسه هاي وهم يعرفون، اقول لك والله يعرفون من اين تطلق، لكن ما يسترجلون ولا يستطيعون يذهبون الى اماكن اطلاق الصواريخ، لان ذولا ميليشيات وقحه، ها كما يسميها السيد مقتدى الصدر. بسم الله ما يقدروا لهم، يجون على الفقراء، فقراء الكراده يعني اساولهم، وحتى دخلوا ايضا بيت زميلتنا النائبة شروق العبايشي، كانت ما موجودة بالبيت، كاسرين البيت وداخلين. أنا الحمد لله ما كسروا بيتي. طيب هي نائبة يفترض، فإذا ثورة انتفاضة تشرين هي للقضاء على هاي المنظومة الفاسدة ككل. وأنا اليوم فعلا فرحت شفتهم بعدهم بهذه الجذوة الوطنية وبهذه البسالة والاندفاع، وبعدهم يعني كان بيانهم الختامي حقيقة ممتاز وجيد، هم وزملائهم طبعا بساحة النسور اللي كانوا أكثرهم من المحافظات اجتمعوا هناك. نعم. دكتور أريد أسألك يعني أنت يعني بغدادي، بغدادي يعني حقيقة يعني بغدادي روحا وتفاعلا، وجسر الجمهورية يعني مثل جسر المعلق إلى خصوصيتهم، يعني ثلاثهم لهم خصوصية في قلب كل بغدادي، لكن أنا والله استغربت من شفت يعني نفس المكان المبني عليه الآن هذا الجدار، وأنا أتمنى لو قدامك إذا أكو بالاستوديو قدامك تلفزيون، إنه هذا المكان شوفوا يا عراقيين، هذا المكان هو نفس المكان القصفول قدامي شاشة بال91، نفس المكان القصفول الأمريكي بالضبط. أنا خايف عليه ليسقط هذا الجسر أستاذ أنور، نعم. أخاف عليه، هي مضروب بالضبط، المضروب هو بهالجهة نفس المكان الضربة الأمريكية، مثل هاي العمارة مال الواثق مثل بالضبط نفس المكان. زين ماكو مهندسين بالجيش بالعسكر؟ ماكو مهندس يقول لهم يا با هذا خطر المكان، روح ابتعدوا خليه نص الجسر. نفس كانه اكو هناك محاوله لهدم هذا الجسر، مثل ما هدموا الامريكا بينت. بينت بالله يعني صح. يعني هذا يعني واضح جدا، حتى الجسر هذا الباب الحديدي اللي لغوه ما ادري اخذوا امر منين، بعدين هو السيد مصطفى الكاظمي ألغاه حقيقة الرجل. بس يعني إحنا أمام فوضى، يعني هاي مو دولة تدار بهذه الطريقة أخي. فن إدارة الدولة لناس يفهمون معنى الدولة ومعنى إدارة الدولة، هذه الفوضى ما ممكن أن تستقر الدولة. ولهذا أنا أقول لهم ما تعلمتوا أنتوا المجتمعات المستقرة هاي الموجودة بالعالم كيف تدير، كيف صارت؟ لا تعلموا من النمل، من النحل. ترى النمل والنحل هي حقيقة يعني مجتمعات مستقرة، تعرف شلون تنظم نفسها. منين يتعلمون؟ ما أدري وين نوجههم، والله ما يرادلهم دورات ودورات حتى يتعلمون، وكأنه هناك وصار أن لا يتعلموا شيء حتى تبقى الدولة فاشلة ويبقون، لأنهم لا يعيشون مثل خفافيش إلا بالظلام، إلا بالدولة الفاشلة. الدولة من تكون قوية لا مكان لهم، وهذا أقول عن انتفاضة تشرين هي لإسقاط هذه الدولة الفاشلة. كفى فساد وكفى تنمر وكفى وكفى. نعم. إذن إذا تسمح لي يا دكتور، أنا أتوجه الآن إلى قائد عمليات بغداد، أقول له يا سيادة قائد عمليات بغداد، أيها المقاتل العراقي، أرجوك أن تنتبه إلى أنه بنفس المكان اللي العدوان الأمريكي بال91 قصف بجسر الجمهورية، هذا شوف هاي الصورة، بنفس المكان أنتم مسوين حاجز. نعم خرساني. نعم. طيب ما تحسبون الحساب أنه ممكن ينهار؟ يا قائد عمليات بغداد، إذا ما معتمد على الهندسة العسكرية اللي عندك، أرجوك تعتمد الآن يا رئيس أركان الجيش، يا وزير الدفاع، المن بعد وجه نداء، هذا المكان بنفس اللي قصفوه الأمريكان، أنتم حاطين هذا الجدار، ما تخافون انه الجسر ينهار؟ شلو هي تريدوا ينهار؟ هيك نريد نسال. فارجوكم والله هاي ملاحظه. طيب. هاي الملاحظه مهمه، يعني يفترض. نعم. يعني اذا نوجه نداء هذا عن طريق قناه الفلوجه وطريقك استاذ انور، فعلا نداء، وانا اعرف حقيقه المعلومات اللي
عندها يعني قبل فترة هو أيضا الحقيقة الرجل يعني عنده دائما جولات الفريق أحمد سليم أعتقد رجل جيد عسكري جيد بس قد يبدو أنه الأوامر دائما تأتي ملتبسة يعني قد يكون هو الرجل ما معني بالقضية جاء أمر من رئيس الوزراء سوف بس المشكلة وين أستاذ أنوار أنه حجم الكتل هاي الكونكريت دا يزيد يعني قبل كان يكون كتلة واحدة الآن ثلاث كتل قبلها كان كتل يعني يمكن المرة القادمة راح يخلون فس خمس كتل واحدة كتلة ولا لو أي أخي هذا اعتبروه هم بعير هالجسر بعير هم البعير يعني هم القشة التي قصمت ظهر البعير يعني تعلموا من البعير وهذا المثل ما هي القشة التي قصمت ظهر البعير هي قشة لأن حمولته زاد جت قشة قصمت ظهره مثل عمارة الواثق صح إذن إحنا ما نتعلم ولا نريد أن نتعلم هاي دولتنا عجيبة غريبة والله العظيم كيف تدار لا أحد يدري أنا أريد أوجه نداء يعني واحد أنا أريد أوجه نداء للفريق الركن أحمد سليم قائد عمليات بغداد ارجع للزر المخرج نعم سيادة قائد عمليات بغداد إضافة للنداء الأول الخاص بجسر الجمهورية أتوجه لك بنداء أنا كمواطن عراقي يا سيادة الفريق المقاتل البطل أحمد سليم أطالبك نعم أطالبك بالاعتذار الرسمي للمفكر العراقي الأستاذ الدكتور كاظم المقدادي بعملية مداهمة بيته وهذه عملية مداهمة والله مو يعتذر لي أخي يعتذر كل أهل الكمال اسمح لي يا دكتور اسمح لي يا دكتور أنا من حقي أن أعبر عن وجهة نظري شخص عادي لا لا لا, لا أنا من حقي أن أطالب بوجهة نظر إذا ما احترم المفكر العراقي والسياسي العراقي إذا ما يحترم الكاتب العراقي فإحنا بلد متخلف إحنا إذا ما نحترم كتاب بلدنا وما نحترم مثقفي بلدنا فنحن بلد متخلف فأنا أطالبك بالاعتذار إليه والاعتذار يكون بشغلتين أن تستقبله رسميا وتعتذر له إذا ما تروح البيت تروح البيتهم تروح البيت تعتذر له وعائلته لأن المداهمة صارت قدام عائلته والاعتذار يتم بأن تقيم ندوة لقيادة عمليات بغداد يقيمها الدكتور كاظم المقدادي خلي يشرح لهم الجندي إذا ما يتثقف فإحنا بلد متخلف هاي وجهة نظري أنا مواطن اسمي أنا والله كل اللي أطلبه أستاذ أنا شخصيا أستاذ أنور شخصيا ما أطلب شيء كل اللي أطلبه أن يراجع أنا دكتور هذا حقك علينا هذا حقك علينا دكتور هذا حقك علينا الثقافة والمنزلة اللي وصلتها بثقافتك وكتبك هذه والمحاضرات اللي قدمتها هذا استحقاق مو أنت اللي تدافع عن نفسك ولا تطلبها أنت لكن هذا واجبنا يعني هل من المنطق نقبله؟ كل شخصية يعني اجتماعية مو فقط كاظم المقدادي أن يتعاملون معه بشكل جيد أن يعرفون ما عرفوهم يعني هم قلت لهم عن إعلامي قلت لهم اصعدوا شوفوا الأسلحة شوفتهم المكتبة مالتي قلت لهم هاي أسلحتي هاي موجودة قالوا لا أريد نشوف السطح يعني يفترض من شافوا المكتبة وقلت لهم أنا إعلامي أستاذ جامعي ولا كأنه قضيتهم عندهم أمر هم حقهم عندهم أمر السطح الظاهر أنا كنت يعني راصديني لازم أطير صواريخ على المنطقة الخضراء عمي بس تشوفونا من صواريخكم إحنا ما نريد نطير والله يا دكتور ما عندنا غير هالقلم هذا كسروها مكسرو يا دكتور حتى كون صادق وياك أنا اللي قريته إنه كان مرشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب هو السيد النائب أحمد المندلاوي اعتقد انتخبوا المندلاوي اللي يقال انه المندلاوي حسن المندلاوي يقال انه حتى لقبه هو حفيد علي ولايتي والله ايش جاي نقرا صدق كذب ما ادري خليه يطلع هو يقول انا مو حفيد علي ولايتي يعني قد تكون الاخبار مو دائما مضبوطه مو يعني. دائما لكن هل هو صحيح ولا يعني هو قالوا انه حفيد علي ولايتي ومعروف انه علي ولايتي اللي كان وزير خارجيه في ايران وهو ايراني وزير خارجيه في ايران يعني ولكن اللي يمكن أحمد الأسدي لا. أعتقد النائب أحمد الأسدي فيقال إنه لأن ما انتخبوا أحمد الأسدي صار هاي جاي نقرأ طلع واحد منهم أكو مثل يقول المعلومة لا تهمل وإنما يحقق بها طلع واحد نفاها طلع واحد قال يا أبا هذا الكلام مو صحيح يا جماعة جاي تتهموني اثنيناتهم ساكتين إذا السكوت قد تكون شائعات
لكن احنا مع نقص المعلومه تصير شائعات، انطونا معلومه مضبوطه ما تصير شائعات. اي والله يا دكتور، هو دكتور هاي مشكلتنا دائما. دكتور منين ممكن واحد ياخذ المعلومه الصحيحه في ظل هذا التخبط الموجود؟ يعني رئيس وزراء مثلا مختفي. والله اكو ندوه حقيقه وزاره الداخليه عن طريق صديقنا الدكتور تلميذنا سعد معنا قام بفندق بغداد عن الشائعات عن الشائعه، وقلت هم حتى قلت لهم كانت حادثه ايضا وزاره الداخليه ما انطوا معلومات، قلت لهم انتم مسؤولين ما انطيتوا معلومات كامله، بالنهايه طشت الاشاعات. انطوا اخي معلومه، جاب الجمهور معلومه صحيحه، بس هي المشكله الثقه يا استاذ انور، دائما اقولها، بين الثقه بين المواطن والدوله غير موجوده. تمام. هاي من 2003 ولحد الان بالمناسبه، مو هسه احنا نتهم الكاظمي فقط، لا هي موجوده، ماكو ثقه بين المواطن والدوله، وهاي مشكله طبعا مشكله عويصه، لانه المواطن عندما لا يثق بالدوله بمعنى يشتغل بكيفه، ولهذا شوف المواطن هم تجاوزات عنده على الكهرباء والمي والبناء وما حصل. انا اعتقد بعماره الواثق معلوماتي تقول انه هو كان طابقين هاي العماره وبنيت بشكل هزيل جدا، مواد انشائيه هزيله يعني غير خاضعه للفحص النوعي يعني، ويجون يبنون، شلون انطيتوهم اجازه يبنون يعني طابقين اخرى وثلاثه وصار اللي صار؟ دكتور يقولوا لا هم 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 إذن من بنوها انه يفترض، هاي اللي جاي نقراها مثل ما تفضلت، يجوز اشاعات ويجوز حقيقه، يعني يقال انه اعتمدوا على شركه مصريه، هو اللي ماخذ اجازه عراقي وجايب شركه مصريه، لكن بعد البناء يفترض أمانة بغداد قالت له هذه غير مطابقة للمواصفات بالنسبة للأسس وبالنسبة يعني مال الجانب الهندسي، لكن هو عن طريق هيئة الاستثمار الوطنية نسق وياهم انه ممكن هي البناية ما تصير على اساس مختبر، سواها مختبر ولكن طيب وانهارت. يعني ما ادري والله شو احنا اخذنا من المصريين الجانب يعني السيء، ما اخذنا الجانب الايجابي، رحنا على الجوانب السيئة كنا نشوفها بالافلام السبعينات، مستحيل يعني. يعني هذا درس بالمستقبل، على الأقل ما ينطون إجازة بناء إلا تكون شروط محددة وتكون بعيدة عن الرشا وغيرها. يفترض يعني هم نستفيد من هذا الدرس يعني، ولا بمصر بالمناسبة، بالمصر أيضا كثير دائما نسمع عمارات تنهار دائما لأنه هم البناء عشوائي، ولهذا لكن هاي العمارة الجميلة مغلفة بالزجاج وبالألوان يعني لا يعني هي مبنية بصراحة يعني، بس هي يبدو دكتور الله أعلم يجوز هي أصلها بناية قديمة وبس جددوا الواجهة، ما تدري. لا طبعا هي إعادة تأهيل أو إعادة إعادة تأهيل، هو هذا اللي يصير هسه حقيقة يعني بهالطريقة هاي يعني. نتمنى لا تتكرر يعني، هي تصير بكل العالم، لكن يفترض أن لا تكرر مرة ثانية، تكون إجراءات يعني. أنا من سمعة اللواء مدير الدفاع المدني حقيقة حزنت أنه من 2007 ما يقدر، ماكو درجة يعين له أي موظف آخر. الدفاع المدني في دولة مهزومة تعيش على الكوارث اليومية، يفترض الدفاع المدني تكون إلى حقيقة اليد الطولة بآليات جديدة بأفكار جديدة بموظفين جدد. يعني شنو بخليها بهالإمكانيات البسيطة المساكين ذول على أساس؟ صح دكتور، مدى افهم والله نبات، انا هم مدى افهم دكتور. وتشوف واحد من المسؤولين يبني له قصر بكذا مليون دولار، صح، هاي يروح للسده وشوف. دكتور شنو انطباعاتك يعني حقيقه اليوم وانت تشوف الشباب وانت شاركتهم بال 2019 وشفتهم اليوم، هل الروحيه نفس الروحيه؟ هل اكو رؤيه جديده عند الشاب العراقي؟ شو يريد بعده؟ يطالب بوطن؟ والله جرد اسالك، انا قاعد برا يعني، انا بيناتهم اقدر اجاوب، بس انت بيناتهم شو وجدت؟ الشباب شو يريدون؟ والله الاصرار، بعد الاصرار موجود عندهم، ودا يحاولون فعلا يعني عمليه تجديد عهد يعني. حقيقه صار تراجعات كما تعرف، لكن تقول لي بالنسبه ل 25 2019 25 تشرين اكتوبر، لا ما توصل ذاك الزخم الكبير، لأن عانت حقيقة، عانت من تهميش الانتفاضة، عانت اللي من الداخل نخروها، عانت من انقسامات، لكن اليوم حسيت أكو عودة الروح حقيقة الانتفاضة تشرين،
والشباب موجودين، لكن أيضا ألومهم في بعض التوصيفات والشعارات اللي تطلق. كان أكو سماعات على سيارة، إحنا ما علينا بعد نهاجم فلان شخصية ولا، إحنا عندنا قضية هنا، قضية يفترض نحسن من أدائنا أيضا، ما نبقى بنفس الهوسات والكلمات على ذاك المسؤول وهذا. إحنا عندنا قضية هي الكل فاسدين، ما حاز نشخص واحد اثنين بالأسماء، أنا أعتقد هذا ما يخدمهم. اليوم أنا تألمت، وبعدين كلمات نابية ما تليق بيهم يعني حقيقة، يعني أتمنى لهم أن يبتعدون على هذه الأسماء اللي يرددوها فلان وفلان وبعض الأوصاف البذية، يفترض هم أعلى من هذا. أخي إحنا والله العظيم أقول دائما انتفاضة تشرين هي الوجه المشرق للعراق، من ثورة العشرين إلى انتفاضة تشرين، بس ثورة العشرين بقت محدودة بتاريخ العراق، لكن انتفاضة تشرين علمت اللبنانيين ولا 16 يوم 17 أكتوبر أيضا أثرت عليهم. وأنا رحت المنطقة السوليدير وزرتها ببيروت وشفت حتى الرسومات هي تقليد للرسومات اللي صارت بالنفق مال ساحة التحرير، هذا عظيم. أنا حتى أعتقد قيس سعيد بتونس هو أيضا متأثر بهاي الانتفاضة، بهذا التصميم اللي عنده والإرادة في إدارة الدولة، يعني أعطى الدروس وكثير كثير، لكن للأسف لا أحد يتكلم عن هذه الانتفاضة. دائما عندما يقولون يعني كأنه لا نريد أن نصير مثل العراق، عرقنة سوريا مستحيلة، عرقنة فلان دولة، حتى الدول الأجنبية قامت تجيبنا كمثال للبؤس اللي احنا بيه، وتراجع الدولة وتراجع الخدمات والتوجه للدول الإقليمية حتى تحمينا هاي الكارثة. فإحنا نعمل بالتشرينيين، ويفترض أن التشرينيين دائما أقولهم يجب أن يوسعوا هذه الحاضنة الوطنية. تشرين فكرة، لا يعني لا تحدد بساعة التحرير أو الحبوبي أو حتى النسور، الآن هي فكرة انطلقت من ساحة التحرير ودخلت كل البيوت، كل بيوت العراقيين. لكن هناك حدث تراجع حقيقة، أنا أقول حتى نكون حتى في العدد اليوم ما كان مثل يوم 25/2019، لكن الروح موجودة الحمد لله، الأفكار بقت موجودة. فأنا أتأمل وهم موجودين، وهذا اللي يريده إحنا بالنهاية، هم بأي لحظة ممكن يطلعون بساحة التحرير وبأي ساحة، هو يفترض ما يعيدون ذيك التجربة ساحة التحرير وخيم وكذا، وجو ناس عناصر ومخابرات أجنبية سكنت بالخيم ودخلوا لهم من البتاوين عناصر هزيلة وقاموا يرقصون ويغنون ويقولهم ذولا التشرينيين، وجابوا بنات للأسف وذولا التشرينيات، وبقوا الآباء خطية سحبوا بناتهم من ساحة التحرير. صح. وهذا اللي شالوا بالسلينك هذا عدمه، يعني اخترقت بشكل. فالأفضل أن لا يبقوا في مكان واحد، وأني نصحتهم حقيقة في نفس السنة 2019، وأتمنى أبقى قريب عنهم. الحمد لله اليوم أكثرهم تحدثت وياهم، هم أخذوا صور وياي، الوضع زين. يعني اليوم طلعت أنا سعيد حقيقة أنه جذوة الانتفاضة باقية، الشباب إصرارهم، هذا البيان الختامي كان عظيم وممتاز اللي هم قروه حقيقة. إذن هم راح يبقون حقيقة يعني فالسلاح يخوف الفاسدين ويقول لهم يا فاسدين لا تطمئنوا، حتى لو لم نخرج لا تطمئنوا، حتى لو سكتنا دهرا لا تطمئنوا، لأنهم يخرجون في كل لحظة. هذا يذكروني بمحمد الفاتح 1453 من فتح القسطنطينية، نعم الأمير محمد الفاتح كان يخوف الدولة البيزنطينيين يرفع أنفاق وما يشوفون أهالي إسطنبول، يشوفون أكو دق من جوا كأنه زلزال، حسوا بيقام يفلشون بعض المناطق، لكن هم يطلعوا لهم من مكان آخر إلى أن انهزموا بالأخير. صح. يعني الإصرار والإرادة موجودة عند التشرينيين، وهذا شيء مفرح اليوم، هذا اللي خرجت بيه يعني. اللهم آمين. لكن أريد أسألك بالمقابل، يعني السياسيين ما شايفين هاي الصورة، لا السياسيين جاي يعدون أنه خلال 25 يوم يتم تشكيل حكومة انتقالية. إيه هذا استفزاز للجميع، استفزاز للتيار الصدري بشكل خاص، استفزاز للتشرينيين، للوطنيين كلهم، هذا استفزاز ما يصير. ادرسوا اكو حالة وطنية دي تتحرك بالشارع، اكو ناس تعترض بالشارع، مستحيل مستعدين يستقبلون الرصاص اللي استقبلوه والستمائة شهيد والاف الجرحى والمعوقين. يا اخي ما يصير هذا التجاهل راح يودينا الى كوارث بصراحة اقول لك. هذه كارثة، درسوا الحالة التشرينية والصالح وياهم،
تسالحوا وياهم وشوفوهم صح ونفذوا طلباتهم. هو تنفذ طلب يعني عادل عبد المهدي استقال وفكرة الانتخابات، لكن الآن حل البرلمان هذا مطلبهم، تعديل الدستور هذا مطلبهم، محاكمة الفاسدين، قتلة شباب أيضا هذا حقيقة مطلبهم، وهذا مطلب قوي أيضا. إذا هذه يجب أن نهتم بها. التجاهل لا يعني أنه، بالعكس راح تخلوهم ينتفضون أكثر ويقدمون شهداء أكثر. أنتوا لو تريدون فعلا تكونون أنه في مجتمع آمن مستقر، لو تبقون في هذه الدولة الفاشلة، لكن إلى متى؟ واليوم مو بس العامل الداخلي هو يتحرك، اليوم العامل الإقليمي يتحرك. شوف إيران إزاي يصير بيها، أيضا العامل الدولي أيضا دا يتحرك باتجاه التشرينين مو باتجاه الآخرين. صحيح. وأيضا أقول أيضا باتجاه طلب ما يطلب التيار الصدري أيضا. فإحنا خلنا نستعد لهذه المرحلة بالفعل. لكن أنا أهنيهم على اليوم، أكدوا على السلمية، أتمنى ما يكون أبدا اعتداء على قواتنا الأمنية، أتمنى دائما أن يكون احترامهم لهم وأن تكون هناك علاقة جيدة. هو السلمية مطلوبة جدا. نعم. وهذا ما أكدوا عليه اليوم في بيانهم الأخير. الله يبارك بك الأستاذ الدكتور كاظم المقدادي، الكاتب والإعلامي والصحفي والمفكر العراقي، شكرا جزيلا لكم على هذه النقاط المهمة التي نقلتموها باسم ثوار تشرين إلى كل العراقيين، وتحديدا إلى الطبقة السياسية، أن تفهم ماذا يريد الشعب العراقي. شكرا لكم. شكرا لكم يا دكتور، وملتقانا إن شاء الله في يوم الاثنين المقبل. حقيقة يعني أثني بشكل خاص على جهود الزميلة خلود الزيادي. خلود الزيادي حقيقة إلها دور متميز في استوديو التاسع عم الباقي. يلا مع السلامة.